تحياتنا اخواني. طبعا هذا شارع المشي. مساء الخير حبايب قلبي، رجعت لكم فيديو جديد اليوم من مدينة بتايا. طبعا احنا قريب الفي سي هوتيل بالمنطقة العربية في بتايا. حاليا راح اسوي لكم تغطية اثناء الامطار من انا بالمنطقة العربية ونروح على الوالكينج ستريت، لكن حسرتنا شوية الدنيا تدمطر. تحياتي تحياتنا اخوان. هاي المنطقة العربية اخوان، التاريخ اليوم 3/8/2022. حياتنا طبعا صديقي جاي منور عراقي نبهنا للعفو اليوم 2/8. يلا عادي فرق يوم مو مشكله. ترى الى الشمسيه ووقف المطر. تحياتنا حبايب قلبي، جولتنا مستمره في حي العرب بتايا. احلى شيء اثنين ماس طابقين. قادنا اخواني امطار الخير في مدينة بتايا. جولتنا مستمرة في مدينة بتايا في وقت هطول الأمطار. لاحظ حبايب قلبي هذا المطعم اسطنبول شاورما. هذا الفرع اللي يروح على الرويال جاردن، وهذا الفرع اللي يروح على ووكينج ستريت، تقاطع لو على ووكينج ستريت شارع المشي. طبعا حاليا اخوان الساعة 8 مساء توقيت تايلاند. تحياتنا حبايب قلبي، جولتنا مستمرة وراح ندخل بالوالكينج ستريت. طبعا هذا الشارع الجميل المشهور في مدينة بتايا. نصور هذا الشارع لكن شوية الأمطار مضايقتنا جدا بصراحة. أجواء بتايا يعني ممطرة 24 ساعة. حياتي ابقوا وياي. تحياتنا اخواني، طبعا هذا شارع المشي. حاليا يعني ما اعتقد اكو ناس هواية بصراحة، لكن احنا راح ندخل نشوف شنو اللي تغير. وبصراحة اكو مناطق لازم اني ما اكتم الصوت بيها بسبب المطالبة بحقوق.
والله سيارة شوفها سيارة مخلينا على الحاي طبتها طبعا الجاي هنا يتذكرها اي والله مكانات حلوة صراحة اي والله مكان بتاية حلوة يعني صراحة يفوت هنا أنا معزل مو مثل قبل صفنت شوي ارتاحين نقدر نمشي بصراحة بهذا الشارع لأنه الجو يساعدنا نقدر نصور لكم كانت تمطر هذا ولا ايس كريم طبعا هذا يقلد التركي سابقا التركي معدل ومخلي موسيقى هذا التركي تحياتنا اجواء طبعا هاي اجواء صعبة تحياتنا جولتنا مستمرة هذا 808 جميل جدا هذا الكلاب أجواء الوالكين ستريت لكن مو مثل السابق يعني أكو حركة أكثر شيء تكون الحركة قوية بأيام المناسبات العطل العطل الخاصة بها التايلنديين يجون يعني يتوافدون هذا المكان وهسه بسبب الأمطار قلة الناس يعني قليلة جولة مستمرة في شارع المشي حياتنا طبعا بصراحة مصلحي الشارع يعني ما كان سابقا بهالنظافة هاي مصلحي تصليح كامل هذا شارع المشي بتاية بلدية مسوينه Thank you.
هذا الشارع مشهور بكل دول العالم، هذا الشارع صراحة شارع جهنم يسمونه باللغة العربية، Walking Street يعني شارع المشي. شارع المشي صراحة هاي بالنهار مرات يفتحوه يعني للمشي، العفو استخدام السيارات، بس بالليل يغلق بالكامل فقط للمشاة للمارة يستخدموه. شوف هاي بداية الإعمار طبعا، هاي حد هنا أنا واصله، هاي بدون إعمار قيد الإنشاء. هذا كلوب هندي.
تحياتنا اخواني، جولتنا مستمرة وراح نتمشى على منطقة العرب. هاي من هنا الشارع يودينا على الفي سي هوتيل، على ابو نواس، على مطعم ابو عبد الله الكويتي. تحياتنا، هبوا انا نكمل لكم هاي الجولة الليلية في مدينة بتاية. هاي مناطق العرب. تحياتنا للجميع الأخوة المشاهدين والمشاقين لهاي المناطق العربية صراحة. مناطق العربية سابقا هاي كانت مليانة. طبعا بتاية اعتقد انه بعدها تعاني من نقص اعداد السياح، مو مثل بقية المناطق. يعني اكو معاناة صراحة ملحوظة. يعني تحول باكستاني مطعم ابو نواس، واعتقد مغلق بعده، مغلق يعني. مطعم مثل مطعم ابو نواس يعني حرامات حرامات هذا الاغلاق صراحة. كان اكلهم كلش كلش طيب. باعوا امطار كانت هنا فيضة، اضطرينا نشتري مظلة وصبنا. تحيات تحياتنا اخواني. طبعا هاي جولتنا احنا بالدراجة مع الاخ منور، احد الاخوة العراقيين المقيمين في بتاية. قدم له الشكر يعني ويانا بهالمطر هذا خطية. هو يفتر بهالدرابين. شوف اخوان، منطقة تشهد اعمار صراحة. المناطق لحظة حبايب قلبي، مناطق العربية مناطق كلش جميلة. وهاي مفتوحة، هاي اكو محلات، عندنا اخو عرب يتمشون. هاي مناطق العرب. حارج جومتيان. تحياتنا اخواني. طبعا هذا عندنا بالمنطقة العربية مطعم صحاري،
مطعم جدا جدا مرتب وحلو. سابقا صاحب المطعم ابو فاطمه، وهنا الاخ اخو ابو فاطمه، والشباب قاعدين. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شلون صحه؟ هذا اخوان المطعم، اشوفكم يا من الداخل. جلسات خليجيه حلوه مرتبه، هاي الجلسات الخليجيه وصور الاخوه الخليجيين هنا. هاي الجلسه جميله. فهذا المطعم اخوان طبعا للخال ابو فاطمه سابقا، حاليا اخوه موجود. مطعم اكلاته جدا جدا طيبه. حياكم لكم. وصاير مقابل موقع مقابل هذا الفندق مارينا مارينا سباي مارينا. تحياتنا لكم حبايب قلبي. تحياتنا حبايب قلبي. أولا هنا وصلنا لنهاية هذه الجولة في مدينة بتاية. طبعا الجولة كانت على الدراجة ومشي وأمطار. نشوفكم حلقات قادمة، ادعمونا باللايك، وإن شاء الله جولاتنا مستمرة يا حبايب قلبي. اللي ما مشترك يشترك ويفعل الجرس. تحياتنا، مع السلامة.